مين؟ رئيس الحكومة متاعنا يوسف الشاهد أطلق مبادرة اسمها الحرب على الفساد. حسب رأيك أنت كمواطن تونسي وقع محاربة الفساد فعليا في تونس تنحى من عنا الفساد؟ لا مازال الفساد، خط لونتوراج الكل فساد حاشا بنتي. ونحبوا الشاهد أنا ما نعرفش لا السياسة شيء، نحبوا بي هو واحد آخر لزوز وياك صافي سعيد، أما نجمش وحارب الفساد خطر الكمشة الكل فساد. البعض ما يحبوش تونس، يحبوا الكراسي، يحبوا الفلوس، وشعب احنا الزباب لهوا نحمدوا في ربي ونشكره، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى تونس صعيبه راهي باش تطيح في العبد، والله اللي سرقوا وعملوا ديما تونس فيها الفلوس، اما باش يكركبوا تحت سقيهم وياكلوا في ولادهم الحرام وعايشين بيهم، والله لما يدخل وقت يدخل القبر يطلعوا شطة ولادهم. الناس ميته بالله، الواحد ولا يتكلم وحده الاخر ولا يسكن الاخر ولا يكيف الاخر. هو يعطيه بوم بوم كرش ولات كبيرة، لحناك كبار، والكرسي ما كان ما يعرفش الكرسي هذا، تيجي تركب في الكار يقعد يقوم عادش يقوم الكرسي، خلي كانوا هما شرهم، سونت كريمينال دي بريزون كانوا، أخي خرجوا إسرائيل هما هذوما، احنا واحد خرجوا ما خرجوش إسرائيل، مجاهد شفاش مجاهد، خرجت اليهودي خرجت لي هي تسرق كنت بلاش كراهب ما تعرفوا شيء توليت بالكراهب، ما يعرفش لا يعرف باليمين والساقين يعرفوا تونس تو، واحنا ولا تونس انا ملوحين. الفساد موجود من بن قردان القروان البنزرت، محاربة الفساد يوسف الشاهد قاوموا ما خلوش، قصوا له يديه، مثل الشعب يقولوا من النعجة شدوا ذنها، قالوا تكمل دبر راسك، اما نحى شوي ورينا هذاك وهذاك، الفساد موجود وحب يوسف الشاهد اجتهد ويقاوموا وما نجمش. هي كفكره كانت فكره طيبه وكانت مبادره طيبه، لكن مالوريزمون ما نجحتش لان كانت لغايات سياسيه بحت، ما كانتش محاربه الفساد لغايه محاربه الفساد كهدف، لكن على الغالب كانت لعبه سياسيه للانتخابات، ولا ما كانتش معناها ما مشاش الفساد باش يحاربوا كفساد. لا بنتي ما تنحاش، قاعد اللي ياخذ في البرمية توا يدفع الرشوة، وقاعد يخرجوا في الدفيز يخرجوا فيه برا، ومغطي الشمس بعين الغربان، رؤساء الأموال قاعد تخرج في الدفيز، والتوريست قاعدين يخلطوا في الدولار في 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 فرنسا، وقاعدين يجوا هني بمصروف مصروف ارجنت بوش بركه، وقاعدين لي زانونس دو فواياج قاعدين يخلصوا باللورو، والتوريست جاي كان بدون ارجنت بوش، والفساد موجود بنتي تو موجود، الفساد منسوب على رؤساء الاموال، ورؤساء الاموال هما اللي قاعدين يعملوا في الفساد، هو مغطي عليهم. بالطبيعة ما تنحاش فساد، وين تنح؟ ما تنحاش بكل فساد مازال موجود، وهنا قاعدين ربي يستر تونس وكها، هنا ان شاء الله يجي باهي البديل يجي بخير وكها، ننتظروا ان شاء الله الخير وكها. والله بالنسبة لي انا حسب ما شفت معناها فما رماد على الاعين، ما حاربوش الفساد بكل صدق، الفساد معناها موجود في كل معناها الادارات، موجود في كل معناها بصفة عامة موجود الفساد، إن شاء الله ربي يسرنا وربي يحفظنا. نقاط الجمل وكل الفساد كله بطبيعته في كل بلاصة موجود، مو كل بلاصة موجود، فماشي حاجة تنحات أو منها الفساد في تونس، نحت شيء فهمني إيش بشي نحي، عملها حكاية فارغة شوف فيها تو ثلاث سنين حكاية فارغة عملها هو. اللي صار في عامين ما زلت الشعب التونسي ما زال ما يعرفش عليه بالقداء، الفساد في تونس منتشر في كل شيء، ف ماهوش بين ليله ونهار، بالرغم اللي انا مانيش معاه معناها فيه، اما ماهوش بين ليله ونهار باش نجم نحكم عليه انا تو، الفساد في كل القطاعات عند المواطنين الكل، اي مواطن تونسي مشروع فاسد للاسف. ان شاء الله نتمنى واللي في اقرب الاحيان على الاقل الدوله تكون سلطتها قويه
بالسنس البوزيتيف مش بالسنس النيجاتيف اللي هي تقمع العباد، تفرض روحها على العباد وتاخذ حقوق المواطنين وتسترجع حقوق المواطنين اللي ضاعت. الناس كلنا نتفكروا اللي الحكومه هذه وقت لجات كان من بين اهم البنود اللي تاسست عليها هو مساله الحرب على الفساد. اتضح بعد فتره من الحديث الكثير حول الحرب على الفساد والزج بعدد من رجال الاعمال والمهربين وغيره في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، انه الحرب هذه ما هي الا شكل من اشكال تصفيه الحسابات ما بين المافيات اللي قاعده تتحكم في المشهد العام في البلاد. سنتين او اكثر من الحرب على الفساد، لكن النتيجه اليوم انه الفاسدين اصبحوا اكثر قوه في البلاد واكثر قدره امام حتى على انهم يتجرؤوا ويترشحوا الانتخابات ويعرضوا انفسهم للمواطنين باش يكونوا في صداره المشهد السياسي وفي صداره الشان العام. يعني نجم نقولوا اليوم الحكومه التونسيه فشلت في محاربه. هو في الحقيقه كلمه فشلت هي كلمه كبيره، خاطر نقولوا فشل اللي يحاول والا اللي يمشي في مسعى معين، لكن الحكومه عمرها مشت في مسعى حرب على الفساد، وبالتالي فهي تذر الرماد في عيون التونسيين بالادعاء وبالافتراء حول مساله الحرب على الفساد. والله انا ما نراش اللي ثم وقع محاربه فساد جذريه. انا حطيت بعض اشخاص هذوما معناتها اللي هم يقول عليهم رؤوس اموال، مش ما راهش طريقه جدية معناتها محاربة الفساد، لأن يعني الفساد ما موجود من قبل، هو موجود الفساد يعني ما فيش ما الفساد ما منتشر، يعني ما وقعش كما يقولوا فيها الزرع الوطنية. إذا كان زرعنا الوطنية في الإدارة ولا في الوزارات وفي شعبنا بحد ذاته، الفساد راهو ما ينتشرش، يولي هلي هذا تنحى من مخه لغة رزق البيليك، خاطر احنا تنشرت في مخاخنا رزق البيليك. اذا كان احنا تزرعت فينا الوطنية من قبل راهو بحولها، حتى كان موجود فساد راهو حاجة قليلة، ما يوصلش للدرجة هذه. معناه نجم نقولوا اليوم ان الحكومة التونسية فشلت في محاربة الفساد. تنجم تقول فشلت في محاربة الفساد، علاش فشلت؟ خاطر الطريقه كانت غلطه، يعني ما تخاطبتش معاهم من اصل، يعني ما تجمعتش معاهم، خاطر كان جمعت معاهم لميتهم بحداك ولا عملت معاهم قاعده وحكيت على السيتياسيون تاع البلاد ويزم ننقذوا البلاد مع الاعد، راه ممكن تتفهم الوضعيه. مي هكاك تكستو هكاك صعيبه شويه، يعني تولي فيها غايات اخرى، ذيك تولي فيها غايات شخصية وغاية متاع تموقع وغاية متاع، وهذا علاش اللي ظهر الفشل في الآخر. بالعكس استشرى الفساد وأصبحت المافيا قاعدة تحكم في البلاد، بل بالعكس مش في الأمور الاقتصادية، بل بالعكس أصبحت بارونات سياسية هي عنوان الفساد. وإحنا عمالنا بالحق جد علينا، إحنا جد علينا وقلنا الرجل ذايا هاو بالحق، ولكن ظهر مخافية كان أعظم. بالعكس مافية الفساد انتشرت واستشرت وأصبح الفساد كالسرطان. والسلام عليكم. يعني الحكومة التونسية اليوم نجم نقولوا فشلت في محاربة الفساد. مش فشل، فشلا ذريعا، فشلت فشلا ذريعا، وهذا ما أدى إلى معناها مظاهر. هو ظهور واحد كما قيس عيد اللي هو الحقيقة زلزال لأي مواطن. القروي باهي، القروي من جملة هالناس هذوما ربما خاطر عنده فلوس وعنده قناة وعنده كذا، لكن طلوع قيس سعيد مثل زلزالا سياسيا ساهمت فيه هل المافيات تاع الفساد، لأن هو يقول في كلام نظيف وكلام شفاف. دونك هذاك علاش سرى ربما بطريقة بوعي أو بدون وعي سرى لدى المواطن التونسي. تنجم تقول عنده وراه الله أعلم ما وراه، ولكنه بالخطاب هذا نتاع يوسف الشاهدي اللي جاب نبيه وحاب روحه بشي، ولكنه ظهر هذا خطاب لسحر المواطن ولسحر بعض الناس، ولكن في الواقع استشرى الفساد واصبح ينخر البلاد من كل بلاصه، سواء كان في الاقتصادي ولا في السياسي والا في يا بنتي حتى في القدم مصر شنو مريش وضع افسد وانكى معناها فسادا كما الوضعيه نتاع تونس تو. بطبيعة الحال ما صارش مقاومة الفساد، لأن مقاومة الفساد أول حاجة لازم تعملها هي تعمل قانون لمقاومة الفساد كما عملوه الإنجليز.
الانجليز باش قاوموا الفساد عملوا قانون، يعني قانون اطار، قانون اطاري، يعني لوا كادر، باش تشوف فيها كيفاش تجم تقاوم الفساد. من اول الاولويات باش تقاوم الفساد هو انك تنحي العمله، العمله ويصبح الخلاص كل شيء ببطاقه الائتمان كارد كريدي ولا بالتحويلات الى غير ذلك. اذا ما تنحيش العمله هذه، يعني الاموال السائله هذه، السيوله الماليه، ما تجمش تقاوم الفساد، لان الخلاص بالبطاقه الائتمان ولا بالفيرمون يعني التحويل ولا بالشيك يخلي ديما اثر، وبالتالي تجم تتبع انت المال منين جاي وين ماشي. لذلك كما قلت لك انا يلزم قانون باش تجم تقاوم به الفساد. الشاهد عبر على النيت، ولكن في الواقع ما سياسته ما ادتش الى مقاومه الفساد، لان ثم نعرفوا ياسر ناس، ما اولهم نجم حتى نذكر بالاسم هو وزير الخارجيه التونسي السابق اللي تلقى مليار، معناتها مليون دينار، والى يومنا هذا نبحث عليه المليون دينار وما ثماش. يعني الفساد موجود، خاصه لان ثم علاقه وطيده راهي بين رجال الاعمال، مع كل احترام لهم، وبين الفساد، لان رجال الاعمال باش ياخذوا شورهم فهمتش لا يفسدوا في الطبقه السياسيه، هم اول مفسدين للطبقه السياسيه. الطبقه السياسيه ناقصه مال، ما عندهاش مال، وبالتالي باش تمول حملاتها الانتخابيه وباش تمول احزابها يلزمها المال، والمال منين تجيبه؟ تجيبه من عند رجال الاعمال، ورجال الاعمال قاعدين في الخفاء، هم مش قاعدين في المشهد السياسي، يقعدوا ديما في الخفاء وعندهم المليارات، وبالتالي يمولوا في الاحزاب السياسيه وفي الناس اللي يقبلوا الفساد باش يمولوا احزابهم ويمولوا حملاتهم الانتخابيه الى غير ذلك. لذا اول شيء يلزم تعمله الدوله، الحكومه القادمه، هي تعمل قانون لمقاومه الفساد، ويمكنها ان تستوحى من القانون الانجليزي، لانه يعني مش عيب انسان يستوحى من قوانين بلدان اخرى لمقاومه الفساد، وخاصه كذلك البلدان الاسكندنافيه. وشفنا كيفاش ان وزيره رئيس الحكومه تقريبا السويديه كيفاش على خاطر استعملت بطاقه الائتمان نتاعها باش تاخذ قهوه، يعني كيفاش يعني اعتذرت الى غير ذلك ورجعت المال اللي اخذته خاطره مال الحكومه. عمره ما قاوم الفساد، بالعكس كان راس حربه للفساد، وبالعكس اعطى للفساد ولمنظومه الفساد بنيه وهيكله. ونشوف اليوم انه اجهزه الدوله من قضاء، من أمن، من عديد المجالات ينخرها الفساد، وما ثماش نية وما ثماش إرادة سياسية لمحاربة الفساد. الفساد اليوم قاعد يغطي على برشا أحزاب موجودة في السلطة على مستوى مجلس النواب، على مستوى السلطة التنفيذية، وبالتالي هذه محاربة الفساد كذبة كبيرة، والشعب التونسي ضحيه متاع تحيل ومتاع غش، وحتى حد ما يصدق. والدليل نشوف فيه اليوم في 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 مجالات الحياه المتعدده، نشوفوا كيفاش انه طبقه متاع متحيلين ومتاع مافيوزي متاع مافيو مافيوزيه، وطبقه متاع متهربين، وطبقه متاع جماعات خارجة على القانون قاعدة ترتع في البلاد بدون حسيب ورقيب. السيد المحترم والموقر يوسف الشاهد، يوسف الشاهد من الرجال القلائل من ناحية الثقافة، الثقافة والناس ما كسبتش دكتوراه، هو عنده زوز دكتورات، وله المكانة اللي هي أنا فش عجبني فيه بها تم معنى الكلمة. يوسف الشاهد وقت اللي هو المرحوم اللي الله يرحمه بفعله ضغط عليه باش يقدم الاستقالة، فهمت، زعما انحنى، أي زعما انحنى، لكن من بعد جت الرجال ودبروا لي، نعرف شكون اللي قال لا ما تقدمش الاستقالة تاعك، وفعلا ما قدمش الاستقالة، هذاك وين تخلى قلوب التونسيين بصفة عامة. أما من ناحية محاربة للفساد أقولها بكل صراحة، حارب بكل ما لديه بجميع اجتهاداته، لكن الفساد عم وتغلب، لأنه ما عادش قادر باش يوقف الفساد. الفساد اللي ولا في تونس ما هوش من تاع في الفترة تاع، لا الفساد، لأن تونس في حد ذاتها شعبها طيب،
شعبها مش فائده في ضربان البندير، من اعز الشعوب اللي هي على الوجه العام العربي الاسلامي. الشعب التونسي طيب وذكي. تونس في حد ذاتها ما تبنتش على قاعده من بدايه 55 الى يوم التاريخ، وان تونس تاكل في العصا احقاق الحق. ونهار اللي يعطي ربي، انا تفائلت قبل انتخاب المرحوم بفعله قبل يجيب 10 ايام، اعطيت قلت راك يا الباجي راك ما تعمل ما تقدر تعمل حتى شيء، لو نسالك زوج سؤالات الا ما نوقف لك الطاسه نتاع مخك، واذا به فهمت قصوه لا قصوه. اما من ناحيه يوسف الشاهد في الوقت الحاضر يعني تعتبر وان تبقى ثغره في مكانته، لان مهما كان صفه صغير وله نشاط كبير زياده على هذا الفساد عم وتغلب. علاش؟ لان الكثره وما عندهاش من يعينها بها تم عن الكلمه. لا انا اما هو من ناحيه المبدا مبدا نتاع رجاله.